الله على فارس الشمال، على فارس الشمال، وحضر الفارس الذي يحضر بهذا الهدف فارس الشمال، ويحضر لهم فارس اسمه عبد العزيز المطير. نعم نعم نعم، الهدف الثاني. شوف اللقطه، شوف الدربه كانت فيه، حضرت ومع ذلك الكره العرضيه الراسيه لم تكن حاضره، المتابعه من المطير. برافو على لقطه جميله عبد العزيز. Nada, isso era ardia. Semana passada eu vim fora da posição, pra jogar de novo. Fora da posição. لدى ديرجو يلعب كرة عرضية رأسية، محاولة خطيرة لجبلين، والكرة معادة والكرة لازالت. اللعبة في الجهة الثانية مع فريق الاتحاد، لعبة للتقدم ولعبة للإمكانية. هنا العرضية والحارس، والحارس خير. التقدم يدافع، هنا الكرة الملعوبة والرأسية إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هذا اللاعب مرتين لمسة الكرة، المرة الأولى وهذه المرة الأخرى. عبد العزيز والتسديد، والكرة تتخلص من الدفاع. وبحث عن هدف أول ممكن، لكن المحاولة تبقى والتقدم، تسديدة ضربة زاوية، ضربة زاوية أولى من الطيف. يا سلام، الدفاعي ولا الهارب يرى، لكن شوف المحاولة الثانية تسديده، مرت من عبد العزيز الخطير. مبارك الأسمري، وين الكرة الحميد؟ جميل عبد العزيز الطير، يستلم كرة الطير، يمرر لكارلوس دي مورا، ولكن تم جبلين نوعا ما هو مبكي. كرة للبني، ارسالية، ما في اي شيء، جول اول. انتر يحاول، انتر يلعب كرة عرضية خطيرة لكارلوس، كارلوس يحاول، ادواردو هنا في صقور، لا يوجد خطا. كارلوس تيمورا اللاعب العائد يمرر الكره بسرعه الى عبد العزيز الطير، هنا المرور والصقور والخطا، خطا لصالح حتى ربما ستكون هذه كره ساعة المباراه. هنا عبد العزيز الطير يتلاعب، كره ملعوبه ممتازه لصالح فريق عبد العزيز. العرضية كارلوس وعبد العزيز مطير، والدخول ويحاول والدف إلى من مقطوعة، عادة الكرة إلى عبد العزيز، عبد العزيز مر خطير، عبد العزيز يا الله خطأ في ما يوعد، وعادة مرة أخرى للجبلين، عبد العزيز مطير. الدوري الامير محمد بن سلمان لانديه الدرب في الاولى، وانعطف مهم مباريات اللي تجمعك مع فرق قويه مثل القادسيه او هذه الكره هنا مره اخرى لصالح فريق الطائي، تلعب الكره البحث عن الروس، لكن تتخلص تلعب سريع، الرتم يهدى بعض الشيء. نعم، جهد بدني قدموه بشكل كبير كده. الى عبد العزيز المطير،
عبد القدساوي السابق والذي مثل ايضا فريق الحزم، هذا هو محمود غزالي. محمود يعود بالكره الى خارج ارضيه الملعب، ضربه بالمجريات هذا اللقاء. شكري الحنفوش، هناك ملعوبة السامي، ولكن يا الله على افتكاك الكرة، على خطف الكرة، كرة تلعب لعايض السامي، طالت على عايض أو طالت من عايض للخطير عبد العزيز المطير، مررت لفريق مثلنا فريق القادسية اللي لم يخسر في هذه المسابقة إلا خسارة وحيدة كما هو حال فريق كرة تلعب لصالح فريق التقدم، كرة ممتازة لعبد العزيز الطير في التبرير. أول لكن أتمنى أن تحضر رسيلة سارة لأنه ما في أي تحفظ، لا من التكرار ولا من المباراة، ربما أتاح لي الأخرى.